مشاهدينا السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة شوف تي في في حلقة جديدة من برنامجكم نسولوا الناس. موضوع الحلقة ديال اليوم كيف ما كتشوفوا ورايا كاين بزاف ديال الورد كيهضر على 8 مارس أي عيد المرأة. حنا الآن في الشارع، أجوا معايا نكتشفوا الأجوبة ديال الناس على 8 مارس. يلا معايا. ديال المرأة، بارك الله عليك، عيد المرأة. عيد المرأة كيجيك في عيد المرأة ولا المرقة؟ المرقة 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 المرقة. شنو كيعني لك 8 مارس؟ عيد المرأة. 8 مارس هو عيد المرأة. 8 مارس كي اليوم العالمي للمرأة. عيد المرأة. عمرك عيدتي فيه؟ إيه ديما ديما كنعيدو فيه. باش كتعيدي؟ مرة حولي مرة بقرا مرة كل مرة واش اللي قدر الله هي اللي كاينة. خاصك تشوفي شي واحد اللي يكون عارف. ما عارفاش انت 8 مارس؟ لا ما كيفكرك بوالو حتى حاجة. 8 مارس هو عيد المرأة. يكون عارف انا عيد المرأة داس العيد ديالي انا داس اختي. دابا 8 مارس ما عرفتي شنو؟ لا اختي ما عرفتي شنو 8 مارس؟ والله هذا ما تنعرفو اختي. وانت كامرة عمر شي كادو جاك؟ سارة كل نهار لا حنا كنديو على 8 مارس. عمر 8 مارس جاك فيه شي كادو؟ شي صندات الميكا؟ لا لا زعما با سبيسيالمون، ماشي بالضروره. هو كيجيبوا لي كادو اختي ولا هذا شي حاجه. شنو كيجيبوا لك مثلا؟ ايوا مثلا ريحه ولا شي كريم دلوجه وهذا الشيء اللي كاين. ديال الراجل ديالي هو اللي كيجيبها لي. مره كل مرة واش يجيب لي. نشاركوا معاك شي كادو جابولك عجبك ما نسيتيش. كيجيب لي هاد مرة سنيس، لا مرة طوينكات، مرة بيني وبينك نقرا ولا نيكلاج؟ نقرا. جيب لي النقرا، هو عزيز علي النقرا. كاين واحد السيد معنا في الخدمة كيجيب لنا لي فلوغ شاك جور، زعما شاك عني كيجيبها لي. شي حد قريب جاب لك شي كادو ما نسيتيش بيني وبينك؟ لا ما كاينش لا ما كاين والو. ما فهمتش انا واخدة عفاقي. كيجيني تكادو كذب على الله حرام. واخا عصوايبينه ولا ربطت النعناع وما يخليكش بلاش. والله تبارك طال معاش وما خدامش وانا خارجه ندور على وليدات. قال لك هذه واحد المراه بغات تشوف راجلها في الانترنت واش كيدير شي حاجه ماشي هذيك، دارت كونت فيسبوك جديد. ايوا المهم دخلت بسميه وبدات كتصيفط ليه لي ميساج وداك الشيء. هو يا انفورماتيسيان كيعرف داك الشيء، عرف القضيه منين حيت الويفي عنده في الدار وداير هو ديك القضيه ديال الويفي، غيعرف شكون اللي مكونيكتي بالويفي ديالو. عرف الويفي جاي من الدار، الكونيكسيون جاي من الدار. وهو قال لها شوفي انا معقول كنبغي مرتي وهذا، واخا الله يهديها ما كتنوضش بكري، ما كطيبش ليا العشاء، ما كتعاملش مزيان مع اختي، ما كديرش. من داك النهار مرتو ولات طيب العشاء وطيب الغداء وتبوس اختو ديال النهار. نوض الصباح تسلم عليها، تبغي تنعس الليل تسلم عليها. صدقات لي. مشاهدي قناة شوف تي في وصلنا لنهاية حلقة برنامجنا نسولوا الناس. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا وضحكتوا معنا شوية بالآراء اللي عطاوها لنا العيالات المغربيات الحادقات ولالياتي. كنضرب لكم موعد في مارس الجاي إن شاء الله، و8 مارس وعيد المرأة. تبقاو على خير.